الفيديوهات الربحيه اللي تلقاوها في التيك توك خاصه اللي تلقى هذاك يدخل مباشره يقول لك اروح روح تشوف كيفاه تربح 5 دولار كل ربع ساعه وكيفاه تربح 30 دولار وكيفاه تربح 100 دولار من هذا الموقع. تلاحظ بانه الفيديو اللي يخدمه ما يدير والو، يقرا برك واش كاين في الموقع واش ما مكتوب، يقول لك مثلا اخدم لي نصوص ونخلصك عليها 5 دولار. انت تقرا صح الموقع ذاك يقول باللي كتب لي اي مقاله نخلصك عليها 5 دولار، ويقول لك مثلا طريقه سهله خلاص روح الشات جي بي تي ولا روح لاي موقع يكتب لك مقاله واجده وتعاود تعطيها له وخلاص سهله خلاص يخدم لك فيديو كيما هكذا. وتلاحظوا بانه هذه الفيديوهات اللي فيها دقيقه ولا دقيقه ونص ولا اقل من دقيقه راهي منتشره بزاف وفيها مشاهدات بزاف. شوف يا المتابع اللي تابعني سيتو انا اللي يعرفوني الناس يعرفوا عقليتي وثيقوا فيا، لاحظ خدموا الخشخاش تاعكم شويه. هاد الناس خدمتهم تطلع في المشاهدات والربح وفقط. علاش؟ لانه لو كان هذه الطريقه هذه جات تنفع للناس المتابعين كنت انا اكثر انسان نديرها. انا ساهل خلاص كنعود انسان خبيث نجيب هذا المواقع راهم بالملايين باش يكون في علمكم، راهم بالملايين المواقع اللي كامل يقول لك راح تربح 5 دولار 10 دولار 20 دولار. واش ندير انا؟ كل يوم نجيب موقع، نجيب 5 فيديوهات، نجيب 5 مواقع نشرحهم في 5 ونطلق فيديوهات في 5 كل يوم. اروح تشوف كيف تربح 5 دولار ونعطيك الموقع واقرا تشوف، والتسجيل تاعو ساهل، دير جيميل تاعك برك وشات جي بي تي واستعمل هذيك واستعمل هذيك. هنا راح تلقى روحك باللي دخلت للموقع اول حاجه تلقى باللي جيميل يرفضوه، تلقى باللي الدوله تاعك يرفضوها، تلقى باللي شات جي بي تي يرفضوه، تلقى باللي امور بزاف مرفوضه. علاش؟ لانه هذا الانسان كذاب، خدمته برك ينشر هذا الموقع يقول لك باللي تربح 5 دولار بس هو شخصيا ما جرباش اصلا، وحتى لو كان جربها هو ما ربحش. لانه لو كان جا انسان انا مثلا نلقى موقع نربح 100 دولار كل ربع ساعه، والله ماني فارغ شغل مانيش قاعد لكم باش ننشر لكم فيديو نقول لكم روحوا تربحوا واش راني نربح. وكما انتم على بالكم باللي في الجزائر اذا لقوا مصدر اموال ماش الناس يعني صناع المحتوى ما يعطيوكش المصدر حتى يشبعوا منه مليح ولا يشوفوا باللي ما فيهش فايده. لذلك فمستحيل يا جماعه نصيحتي لكم ما تضيعوش وقتكم في هذه الفيديوهات. اروح روح تشوف كيف الموقع هذا تربح منه 5 دولار، اروح روح تشوف الموقع هذا تربح منه 10 دولار. هو ما عطاك لا اثبات الربح لا اثبات السحب ما دار والو، برك اشرح لك الموقع هذا ما كان قال لك راهو يربح راهو يدير. وهذه راهي كاينه منهم ملايين يا جماعه قادر نشرحها للصباح. النتيجه نسبه الكذب والخداع والاحتيال الموجود الان في صناعه المحتوى راهو في ارتفاع يعني مهول جدا. والمشكل في المتابعين انهم يضيعوا وقتهم في هذا الحلول المؤقته او الارباح السريعه. لازم نفهموا حاجه يا جماعه، نعطيكم قاعده في الانترنت ما كانش حاجه تدخل تربح وتجي خارج. لازم يا جماعه يا اما تصنع محتوى يا اما تقدم خدمات في مواقع مثل فايفر خمسات وغيرها المشهوره يعني، ولا ابسط حاجه تقدم صناعه محتوى يعني دير فيديو وتقدم معلومه ولا فيديو تعليمي ولا ضحك ولا تفاهه ولا كيما تحب ولا تشطح. هذه صناعه محتوى بصفه عامه تربح منها عن طريق الادسنس او عن طريق التيك توك او عن طريق الفيسبوك. ونزيد نعاود ناكد لكم ما كانش الربح من الفيسبوك في الجزائر، راهو ما كانش، راهو كان غير عن طريق خاصيه النجوم، ما كانش عن طريق خصائص اخرى. خاصيه النجوم هذه هي النجمه واحده كي بتبرعوا لك بها القيمه تاعها حوالي 0.01 ولا 0.03. ما تضيعوش وقتكم صراحه، ما تضيعوش وقتكم يا جماعه، تعلموا مهاره سيتو لك انا راك صغير، تعلم مهاره. وش هي المهاره؟ تقول لي امين كيفاه نبدا وين نبدا يا جماعه؟ اللي تتخلط له في حياته المهاره اللي تتعلمها هي مهاره تعلم تطبيق مونتاج خفيف تاع كاب كات ولا انشوت ولا هذو باش تقص الفيديوهات برك، يعني كي تبدا كيما هكذا روعه. ثاني حاجه تتعلم تصنع فيديوهات، لا ما تعرفش خلاص ابقى شوف في الكاميرا هكذا واحكي نكته ولا دير معلومه ثقافيه، المهم ابدا صناعه محتوى. مع الوقت راح تكتشف روحك انت واش تقدر تدير، راح تتعلم مع الوقت وما فيها والو كي تهز من قنوات اخرى معلومه صحيحه وتعاود تبارطاجيها انت في المحتوى تاعك. انت ما فيهاش عيب، ماهيش ممنوع وماهيش مخالفه انك تجيب من قناه امريكيه ولا اوروبيه ولا من موقع امريكي اوروبي تعليمي تقني ولا هواتف جدد مثلا يهبط اوبو جديد. شفت المراجعات نتاعو، شفت الفيديوهات الاوروبيه والعربيه المراجعات نتاعو ما فيها والو. كي تجيب تصويره تاع اوبو برك هنا وتقول المميزات تاع اوبو السلبيه تاع اوبو والهاتف هذاك مليح ماهوش مليح على حسب الفيديو اللي تفرجته من قبل، ما فيهاش عيب هذه وماهيش ممنوع. كبدايه تولي تصنع محتوى تاع الهواتف مراجعه هواتف، وفي نفس الوقت
راح تتطور تتطور حتى تولي انت متمكن وتولي انت قادر تولي انت الاول في العالم العربي والعالم اللي تشرح الهواتف. علاش؟ لانك كي تعود تراجع الهواتف بزاف وتتعلم النطخ تاعها وتتعلم الهواتف الجديد والميزاجور راح تولي انسان محترف، يعني حتولي عندك القدره انك تنشر مراجعات احترافيه. مع شويه مع الوقت لم شويه تشري هاتف ايفون مليح باش تصور مليح ولا درستيو تاعك مليح ولا تتعلم حوايج جدد، هنا حتولي تدخل محتوى تاع مراجعه الهواتف راه فيه الدراهم بزاف. تولي الشركات تعطيك الهواتف، تولي ميم تروح المحلات يعطيوك هاتف جديد دير عليهم مراجعه وتعطيهم رقم الهاتف تاع المحل باش الناس تشري من عند هذا الشخص. يعني كان امور بزاف وكان فوائد بزاف يا جماعه تقدر انك تنجح وتقدر انك توصل لمرحله تصنع محتوى تاعك. لاش تاع التقليد ماشي مشكل، ابداها بالتقليد، قلد ناس قلد قنوات قلد منا، المهم ما تبقاش قاعد. وهذه رساله جماعه البسيكولوج جماعه الاطباء، راكم 22 الف طالب بطال مش طالب، 22 ألف طبيب بطال في الجزائر هذا العام. ومع الدخلة تاع الباك يقولوا باللي يعني الشيء اللي جاي من الأطباء العام الجاي بعد العامين هذا راح يوصلوا 62 ألف طبيب بطال، يعني حتوصل حوالي 100 ألف طالب بطال ما كانش لي بوست. إبا واش تدير أنت كبسيكولوج مثلا؟ واش تدير؟ تفتح قناة ما فيها والو كي تقعد تبارطاجي العلم تاعك ولا تبارطاجي القراية تاعك الأكاديمية، وفي نفس الوقت الناس حتسألك أسئلة نفسية تولي هنا تولي تقدر أنك توجه الناس بالعلم تاعك اللي قريته. هنا حتولي أول حاجة الإيجابية تاعها حتولي متمكن في القراية تاعك، ما توليش أكاديمي برك، حتولي من الأسئلة تاع الناس حتولي تجاوب، حتولي خلاص تولي إنسان كأنك عندك تجربة نفسية ولا علاجات نفسية حقيقية مع الواقع. ثاني حاجة حتولي تفهم المجتمع تاعك كيف يخمم والتناقض تاعه والنفاق تاعه، تولي تقدر في حياتك تجيريها نورمال. ثالث حاجة على الأقل تولي ممكن تخلص الأموال منها، ولا على الأقل تفتح لك بيبان الشهرة في التلفزيون ولا في أماكن عمل أخرى، لأنه الآن كتشوف بلي راهم يخدموا ولا يتواصلوا مع الناس المعروفين ولا المشهورين. يعني أنت حتى وكان تكون طبيب ناجح لكن ما يعملكش معروف الناس ما تجيكش، وتلاحظها الناس كي تروح طبيب يقولك فلانة ومليح معروفة ومليح، فالناس راهي تمشي بهذا النظرة. نصيحتي لكم الخوة أنكم من الأفضل تصنعوا محتوى كبداية خلاص، تصنعوا محتوى هذه ابسط حاجه ديروها في حياتكم، هذه ابسط مهاره ديروها. ومن بعد تتعلموا برامج المونتاج الفوتوشوب الحوايج تقدر ديروا بهم تصميم بالطباعه تقدر ديروا بهم ايش. شوف يا جماعه اللي تعلم فوتوشوب يقدر يخدم امور بزاف خلاص تقنيه، امور تقدر تخدم حتى يعني تصنع موقع بالفوتوشوب. المواقع يا جماعه راهي تباع بزاف الاف الدولارات، يعني كي تصنع موقع وتتعلم تكون صانع مواقع راك تخلص. يعني كاين انسان يقول لك خدم لي موقع باهي بالطريقه هذه بالطريقه هذه، يعني بالطريقه تاعو بعد هنا حتخلص اموال كبيره. هذه يا جماعه نصيحتي لكم، نتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع هذا. ما تتبعوش الفيديوهات هذو القصار هذو اللي يضيعوا لكم وقتكم وجهدكم، تعلموا مهاره واصنع محتوى واربح على راك. السلام.